تتباين وتختلف نظرة الناس للحجاب والنقاب بين العادة والعبادة. يرى البعض أن هذه المسألة ترتبط بالعادات، ويعتقد آخرون أنها من صلب الدين، ولكنها تبقى تقليدا ثابتا لا يقبل التشكيك. ولعل اللون الأسود للحجاب وغطاء جسد المرأة بالعباية في دول الخليج يمثل صورة مقربة لهذا التداخل. فلماذا اللون الأسود وهو الذي لم تتطرق إليه أي نصوص؟ وهل لذلك خلفيات تاريخية محددة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيئة في لباس الناس وهيئاتهم؟ وهل كان الحجاب موجودا قبل الإسلام كتقليد عربي؟ هذه أسئلة أطرحها على ضيفي الدائم في برنامج صحوة، المفكر الدكتور عدنان إبراهيم، في حلقة تحمل عنوان الحجاب بين العادة والعبادة. أهلا بكم، أهلا بك يا دكتور، رحب فيك مجددا. حياك الله دكتور أحمد. أهلا بك. تذكر يا دكتور في حلقة من الحلقات تناولنا موضوع معركة الحجاب، ونظرا أن الموضوع شائك وأيضا مهم والناس تتطلع إلى المزيد، اقترحنا أنه يكون في حلقة ثانية، فكانت هذه الحلقة التي تحمل عنوان لبس الحجاب هل هو عادة أم عبادة. من هنا ننطلق، هل هو عادة أم عبادة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. طبعا لن نعيد مرة أخرى في المراد بمصطلح ومفهوم الحجاب. نعم. ما هو؟ سنتحدث عن الحجاب الآن بشكل عام على أنه جلباب المرأة المسلمة أو لباس المرأة المسلمة. بالمناسبة على ذكر حتى الجلباب واللباس، نعم، أذكر أن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، نعم، كان في البداية نشر كتابه الذي يجوز فيه للمرأة أن تبدي عن وجهها، نعم، باسم حجاب المرأة المسلمة، حجاب ثم المرأة. تنبه، نعم، قال أن الأفضل والأحسن أن يسمى جلباب المرأة المسلمة. ليه؟ التفاتا منه إلى أن الحجاب في الأصل هو الحجاب في المكان كما ذكرنا في حلقة سابقة، ما يحجب الأشياء، ما يحجب. نعم، نعم. يعني على كل حال، عبادة أو عادة. إذا أردنا أن نتحدث عن العبادة بالمعنى الخاص للعبادة، فالعبادات في رأي جماهير علماء المسلمين يعني هن العبادات الأربع أو الخمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبعضهم قال الحج والعمرة. نعم. زاد السادة المالكية والجهاد في سبيل الله. المالكية. نعم، المالكية. نعم. فقط قالوا. نعم. الجهاد عبادة. نعم. هذه هي العبادات بالمعنى الخاص أو الأخص. نعم. أما العبادة بالمعنى العام يمكن أن تكون كل حياة ومسالك ومناشط الإنسان المؤمن والمؤمنة عبادة لله تبارك وتعالى. إماطة الأذى مثلا. نعم، كله. نعم. كل شيء يمكن أن نتقرب به الله تبارك وتعالى. جميل. ونطلب وجهه ورضوانه يكون عبادة، لكن قطعا السؤال يتلمح المعنى الخاص للعبادة وليس المعنى. نعم. العام. أعتقد أن هذا السؤال قد يراه بعض الناس يعني سؤالا بسيطا أو ليس سؤالا ذا مغزى أو ذا أهمية، على أنه في الحقيقة سؤال مهم، وأشكرك عليه دكتور أحمد. لماذا؟ أهلا. لماذا؟ لأننا إذا قررنا ابتداء أن الحجاب وما يتعلق به لا يندرج في قائمة العبادات، فهذا سيفتح على مسألة في غاية الأهمية، وهي أن ما ليس من حيث الأصل عبادة الأصل فيه أن يكون معقول المعنى، معقول المعنى، قابلا للتعليل. نعم. قابلا للتعليل، بخلاف العبادات. العبادات من حيث الأصل العبادات غير معقولة المعنى ولا تعلل. لا تعلل، يعني أربع ركعات العصر. أحسن. لا تعلل في الوقت الفلاني. نعم. لا تعلل. هذا ليس قبله بساعة أو بعده بساعة، هذه عبادات. الأصل فيها التعبد لله، تعبدية، واختبار مدى طاعة العبد واستعداده. نعم. واستعداده للطاعة. جميل. جميل جدا. بخلاف المعاملات والمسلكيات والأخلاقيات. نعم. معللة بمعاني معقولة. والحكم الشرعي إذا علل بمعنى معقول هنا يترك لنا ندحة، يعني فرصة، فسحة أنتنا. نعم. واسعة جدا أن ننوع عليه وأن نأخذ فيه حكم الشرط، حكم الظروف الثابت المتغير، نعمل فيه أصول الفقه. نعم. هذا. نعم. هو والمقاصد. والمقاصد. فهذا مهم جدا. فواضح طبعا منذ البداية أن الحجاب وقضاء الحجاب ليست مسائل عبادية. إذن هي مسائل ماذا؟ هي مسائل مسلكية أخلاقية. مسائل مسلكية أخلاقية للشارع فيها قول وحكم. نعم. بلا شك طبعا. نعم. هناك آيات
تتحدث عن موضوع يعني الجلباب وموضوع غض البصر وموضوع لباس المرأة وزينتها، وأحاديث كثر أو كثيرة. نعم. بلا شك. فلا يعني أنه ليس عبادة، أنه موكول بالكلية ومن حيث أتى إلى اجتهاد الناس مثلا. نعم. أو عرافهم الأخلاقية المسلكية. نعم. لو أعطيت مثال فيها أكثر. نعم، هو الحجاب نفسه. الحجاب نفسه من ضمن الموضوعات الأخلاقية المسلكية، غير الحجاب مثلا عشان نقرب كثير جدا. نعم. كل المسائل الأخلاقية. نعم. التصرف مثلا، وقولوا للناس حسنا. حسن الحديث. نعم. نعم. مراعاة الناس. مراعاة الناس. يعني كما يقول خواطرهم وعواطفهم. نعم. تقدير الكبير. مساعدة الناس. نعم. أيضا. نعم. التواضع. جميل. التواضع. جميل. للعالم والكبير، الرحمة بالصغير، الأخلاقيات كثير. نعم. جدا. نعم. وهي معظم شعب الإيمان، معظم شعب الإيمان أخلاقيات. جميل. ومسلكيات. نعم. نعم. البضع والسبعون أو البضع والستون كما في الحديث المشهور. إذن لا يعني أن الحجاب وما يتعلق به ليس عبادة، أنه موكول بالكلية إلى اجتهاد الناس وأعراف الناس. لماذا؟ لأن للشارع قولا فيه، للشارع حكما فيه. لكن السؤال الآن، هل هذا الحكم والقول ثابت جامد في كل البيئات، في كل الظروف، تحت كل الشروط؟ هذا هو. أم يتغير باختلاف المكان والزمان؟ نعم. يعني يمكن أن تلمح فيه جوانب مرونة، جوانب تسمح بالنظر الاجتهادي أن يتغلغل فيه ويختلف، بالتالي ربما من حقبة إلى حقبة، من بيئة إلى بيئة. لأكون واضحا مثلا. نعم. يعني يمكن أن أضرب مثلا بموضوع غطاء الرأس، يعني تغطية شعر المرأة. تغطية شعر المرأة. نحن لدينا نصوص، لو أخذنا نص وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أنا سألفت فيه إلى شيء لا أدري هل هناك من التفت إليه من قبل أو يعني ليس هناك من فعل، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، من الصيغة، الصيغة ذاتها تفهم بأول النظر، ببادئ أو ببادئ النظر، أن القرآن العظيم لم يشرع، لم يبتدئ الأمر بوضع الأخمرة. نعم. العربية كانت تفعل هذا في بيئتها قبل الإسلام. قبل الإسلام. طبعاً قبل الإسلام. نعم. المرأة كانت تغطي لباس البيئة. البيئة. نعم. تضطرها إلى ذلك. لماذا؟ البيئات الشرق أقصوية مثلاً. نعم. نعم. وهم بلا شك يعني بيئات لها ثقافة أخلاقية عميقة. نعم. وتقوم على الشرف وعلى العفة. كالبيئة الكونفوشيوسية مثلاً. نعم. وحتى الهند. ولكنهم لا يعتنون يعني تقريباً البت بموضوع غطاء الرأس إلا لمن. لماذا؟ في البيئة العربية الحارة، وحيث أيضاً الرياح تسفي بالأتربة والأغبرة في معظم الأوقات، كان الرجل أيضاً قبل المرأة يحتاج أن يعتجر عمامة على رأس، يعني يغطي رأسه. نعم. وضرب الشمس أيضاً وحر الشمس، المرأة كذلك أيضاً كانت تخمر رأسها، يعني نظراً لظروف البيئة. نعم. وليس لأمر شرعي أو أمر أبداً. عقيدي أو حتى أخلاقي. أو حتى أخلاقي، يعني هي تستر الشعر لأن الشعر فتنة مثلاً. لا أبداً، كانت تضطر أن تفعل هذا لأمر لأمر أخلاق، عفوا لأمر بيئي، لأمر مصلحي. صعب. سنتوسع في هذا يا دكتور، لكن اسمح لي نأخذ مداخلة الحلقة. تفضل. نأخذ المداخلة. في سؤال يعني دائما يعني أنا أفكر فيه، في آراء مختلفة عن الحجاب، في ناس يقولوا إنه يعني هو زي العادات والتقاليد اللي إحنا نشأنا عليها، يعني بمعنى إنه خلاص وجدنا آباءنا عليها عاكفين، بشافوا أهاليهم بغطوا قاموا يغطوا، هل هو فعلا الحجاب عقيدة من ديننا الإسلامي إنه بيأمرنا بالحجاب وإننا نغطي مثلا شعرنا، نغطي مفاتننا، أو إنه فعلا عادة وتقاليد؟ يعني تقريبا هذا السؤال أنا دائما أسأله نفسي، ونبغى نعرف الإجابة الحقيقية. أهلا بكم دكتور، هذه مداخلة من ناشطة اجتماعية سعودية الدكتورة زهرة المعبي، تعليقك على كلامها. أشكر أختي الدكتورة سهرة، بارك الله فيها. وفي الحقيقة نحن كنا بصدد الكلام عن نفس الموضوع، المداخلة بلا شك، يعني هل هو عبادة أم عادة أم لبس بيئة؟ عادة. نعم. عادة من. نعم. معتاد البشر في بيئتهم طبعا بلا شك، والمعتادة تختلف من بيئة إلى بيئة أو من حقبة إلى حقبة أيضا. فأعود يعني أيضا جوابا للدكتورة زهرة. الدكتورة زهرة. نعم. إلى القول، صياغة الآية نفسها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نعم. تفهم أن الإسلام لم يشرع ولم يبتدئ الأمر بوضع الخمار، إنما أضاف شيئا جديدا، هنا الإضافة عاد.
وهو الضرب الخمار على الجيب على فتحة الصدر. نعم. لأنه كان يعني إيه بعض النساء يعني عدل على ما هو موجود تعديل. نعم. إضافة. نعم. وتعديل. نعم. إضافة وتعديل. فهنا يعني أعتقد شرحنا هذا في الحلقة السابقة. نعم. نعم. لكن مرة أخرى التذكير، بعض النساء على الأقل كن يبدين إيش يعني شيئا من نحورهن وصدورهن. جميل. لأن فتحة الثوب تكون واسعة وتضرب الخمار إيه الخلف على ظهرها، تغطي شعر رأسها بالخمار ثم يتلوي إلى الخلف، وتبقى هذه الفتحة بائنة بادية. القرآن قال لا يضربهم على جيوبهن بحيث تستر إيه عنقها وفتحة صدرها أيضا. لأن هذا مما يشتهى، مما يثير الفتنة، من مفات المرأة بلا شك، من مفات المرأة بلا شك. فهنا السؤال نعم. إذا كان القرآن العظيم لم يبتدئ موضوع إيه الخمار، نعم، ولكنه بهذه الطريقة كأنه أعطاه شرعية، أعطاه شرعية، هل هذا يسوغ لنا أن نتساءل، أن نتساءل ماذا لو كانت المرأة المسلمة في بيئة أخرى، بيئة باردة نفترض مثلا، أو بيئة معتدلة ليس فيها إيه يعني أشعة شمس حارة جدا ولا تراب ولا أغبرة، ولا يعتبر حتى ثقافيا في تلك البيئة شعر المرأة من المفاتن، من المفاتن، هل يمكن أن تبدأ يعني شعري؟ هذا هو السؤال. نرجع لفقه المقاصد يعني. هذا السؤال. نعم. 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 لأنه كما قلنا هذا ليس أي موضوعات تعبدية غير معقولة المعنى، موضوعات كلها معقولة المعنى وفيها فسحة للاجتهاد. نعم. وفيها فسحة للأخذ والرد، مربوطة بحكمها وعللها، بالحكمة وبالعلة أيضا. نعم. هو هذا. نعم. فأنا أطرح هذا كسؤال مع ميلي الشخصي حقيقة، لأن هذا الموضوع مما يتغير دائما يعني تبعا لما يحقق المعنى والمغزى. يعني تأكد يا دكتور أنه تغطية الرأس للمرأة هو بسبب الشمس الحارقة، كما أن الرجل في الشمس الحارقة أو في الصحاري. نعم. يغطي. نعم. نعم. بسبب من الأسباب. هذا كان هو الحال تماما يعني. ليس يعني لدينا آية تقول على المرأة أن تغطي رأسها، لكن قال حين تغطي رأسها، حين تغطي رأسها عليها أن تغطي إيش؟ فتحة الصدر. فغطاء الرأس هذا موضوع أخذ أي من العادات. طبعا لم يكن يعني في الإمكان أصلا ولا مما يسوغ أن القرآن مثلا إيه ينهى عنه، لأن المرأة تحتاجه. نعم. لا تستطيع أن تمشي في حر الشمس بغير إيه أن تغطي رأسها، وإلا تصاب بضربة شمس. لكنه أضاف هذه الإضافة. بقي هذا الموضوع الآن قيد إيه التساؤل والاجتهاد، لابد أن يكون مفتوحا للاجتهاد. الاجتهاد. طيب دكتور، أنت تعرف أنه البرنامج أكثر المشاهدين في الوطن العربي كله، لكن لو أخذنا مسألة النقاب أو الحجاب في منطقة الخليج، هل هو نتاج مجتمع أم نتاج دين؟ والله بلا شك أنا أعتقد أنه الجانب الديني فيه أكثر. لماذا؟ يعني نحن قرأنا وسمعنا أن النساء حتى في المملكة قبل عقود يعني في بعض مناطق المملكة لم يكن ينتقبن، كنا يبدين عن وجوههن عادي مثل سائر إيه نساء المسلمات يعني. في المجتمعات الفلاحية، وهي مجتمعات أكثر يعني انضباطا من الناحية الأخلاقية والمسلكية، المجتمعات المدينية من المعروف في المجتمعات وأقرب للفطرة، أقرب للفطرة. نعم. نعم. فطرة الإسلام بلا شك، والناس لديهم أعراف معروفة بمثابة القوانين المفعولة تراعى، والأخلاق لديهم حس أخلاقي عالي دائما في هذه المجتمعات المحافظة. ومع ذلك من المعروف عن المرأة الفلاحة أنها تتساهل كثيرا في الإبداع عن ذراعها أو وفي المقابل ذراعها. الرجل يغض البصر. نعم. نعم. من أخلاقيات أيضا. هم لا يرون هذا يعني مثلا حتى الفتنة. وأيضا تتساهل في في الإبداع عن بعض شعرها، لا تتشدد في هذا. فأعتقد هذه المسألة يعني بلا شك كان للوعظ الديني والفتاوى الدينية كان له تأثير كبير فيها، حيث أنه أفهم الناس أن عليكم أن تفعلوا هذا، وإلا فأنتم يعني واقعون في محظور شرعي. وأقتنع الناس بهذا طبعا أعتقد بمرور السنين وأخذ تنويعات مختلفة أكيد يعني. طيب. هذا النقاب وهذا الحجاب له أشكال متنوعة. في مرة من المرات يا دكتور، أنا وأنت في أحد المحادثات تكلمت عن مواطن الفتنة إنها تختلف من بلد إلى بلد. نعم. يا ليتك تعطينا إضاءة أكثر في الموضوع. وذكرت هذا ربما في بعض. نعم. السابق في بعض. نعم. لكن هذه حقيقة يعلمها كل دارسي الأنثروبولوجيا. نعم. أو علم الأناسة وحتى علم الاجتماع بلا شك. لماذا أقول هذا؟ لأنني لاحظت في الفكر الإسلامي المعاصر دكتور أحمد يعني يكثر أن يتردد لفظ الفطرة في غير موضعه. جميل. وقال هذا أمر فطري، ومن فطرة الإنسان أنه كذا، من فطرة الرجل أنه كذا كذا، وينسب إلى الفطرة في أمور كثيرة ليست أمورا فطرية. عند الدرس الأناسي. نعم. والدرس الاجتماعي يضح تماما أنها أمور ثقافية
أكثر منها بمراحل مثلا فطرية. نعم. منها مثلا كما قلت قبيل قليل موضوع الشعر، شعر المرأة. الآن يظن بعض الناس أن من الفطرة أن الرجل يغرى بشعر المرأة وأنه قد يفتن، هذا غير صحيح، هذه مسألة ثقافية. أنا ذكرت الشعوب الشرق الأقصوية لا يرون في الشعر مثارا للفتنة ولا الوجه ولا الوجه أيضا، بس حتى في الثقافة الإسلامية كما قلنا رأي الجماهير أنه ليس بعورة ويجوز إبداؤه، بس يرونه في الكعب إبداؤه. على فكرة سأتكلم على الكعب، شيء لطيف ذكرتني بهذا، يعني لابد أن أنتهز هذه الفرصة لكي أقول لدينا أيضا يعني بعض العلماء الأفاضل والمشايخ الأفاضل دائما يركزون على على موضوع الفتنة، يقول لك درءا للفتنة، تحوطا للفتنة، سدا لذرائع الفتنة، ما يمكن أن يكون فتنة نحن نأمر بأن تغطي وجهها. هذه الطريقة في الحقيقة هي طريقة أعتقد أنها يعني تحتاج تبرأ من تيسير الشرع ومن وسطية الشرع ومن رحمانية هذا الشرع أيضا، إلا رحمة العالمين. يعني ما ذنب المرأة المسكينة أن تعيش تحت تحت هذه الأغطية في البيئة الحارة بالذات أيضا، ما ذنبها فعلا. لأنك تخاف كرجل من باب من إثارة الفتنة التحوط. طيب هذا يذكرنا عاد بأم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها. طيب بس يا دكتور يبدو أن الموضوع شائك، خلينا نطلع فاصل ونرجع حتى نمسك الموضوع أكثر. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا، ما زلنا مع الدكتور عدنان إبراهيم في موضوع هل الحجاب عادة أم عبادة. دكتور قبل الفاصل كنا نتحدث عن موضوع مهم، ويليت أنه حتى لو بدينا من البداية، موضوع ارتباط الفتنة بالبيئة. نعم، أعتقد وقفنا عند الاستشهاد بأم المؤمنين عائشة، عائشة رضي الله عنها، رضوان الله عليها. نعم. طبعا تعليق على موضوع التحوط والأحوطيات. نعم. كل شيء درء الفتنة سد للذريعة من باب الأحوط، الأحوط. نعم. فجعلوا دين الله يعني مشقة ومجموعة من الأحوطيات. نعم. نعم. مجموعة من الأحوطيات، شيء غريب. فهذا ذكرني بحديث يعني وهم يحتجون به، طبعا يعجبهم هذا الحديث جدا. نعم. لأمنا عائشة رضي الله عليها في صحيح مسلم قالت لو رأى رسول الله ما أحدث النساء بعده لا منعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقيل لعمر بنت عبد الرحمن. نعم. تلميذة العائشة، أو منعنا المسجد يعني؟ نعم. قالت نعم. فكأن السائل استعربت يعني، وهل تمنع مؤمنة من من الصلاة في المسجد في بيت الله؟ لأن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يس. وليخرجن ثافلات. نعم. أي بلا رائحة طبعا جميلة. نعم. نعم. فهذا الحديث يحتج به هؤلاء الأحواطيون جاز التعبير، ولم يعني أرى كلاما أحسن في التعليق عليه من كلام الإمام ابن حزم رحمه الله عليه في المحلة، في المحلة على طريقته. نعم. في الصراحة والوضوح، وهو ظاهر، وهو ظاهر والشدة. نعم. طبعا. نعم. هو رجل لا يقول بالتعليل. نعم. ولا بالقياس إلا قياس الأولى. نعم. قال رضوان الله تعالى عليه لم أجد أسخف. نعم. طريقة في الاستدلال من طريقة من يستدل بقول من قال لو كان كذا كان كذا. نعم. قال الدين ليس كذلك. شوف في أدب حتى هنا، يعني ابن حزم رحمه الله عليه على شدته لم يقل لم أجد طريقة أسخف من طريقة من يقول، لأن لو قال ذلك لنسب أمره إلى السخف، لكنه تحوط فقال. نعم. لم أجد طريقة أسخف من طريقة أسخف من يستدل. نعم. بقول من قال. نعم. يا عائشة. نعم. نعم. بقول من قال لو كان كذا كان كذا، هي واحدة. الثانية، رب العالمين تبارك وتعالى كان يعلم ما سيحدث النساء بعد رسول الله، من أنكر هذا فقد كفر يقول. نعم. الله يعلم. لماذا إذن لم يوحي إلى نبيه فيه؟ بأنه سيأتي قوم كذا وكذا طبعا يحدثنا. نعم. أشياء. نعم. معينة. نعم. ربما. نعم. في خروج المساجد. نعم. بعض الأشياء التي لا تسوق. لماذا لم يوحي إلى نبيه؟ وهذا شرع هذا إلى يوم الدين. نعم. لينذركم به ومن بلغ. الثالثة، يقول إذا طيب منعنا من أحدث، ما ذنب من لم يحدث أن نمنعه من الخير؟ والله تبارك وتعالى يقول حجة. ولا تكسب كل نفس. نعم. إلا عليها ولا تزر وازرة. هذه حجة قوية وزرة أخرى. نعم. حجة قوية. ثم الرابعة وهي أشدهن يا البيتر. نعم. ابن حزم عقل الجبار. نعم. رحمة الله عليه قال ثم ما عسى أن يحدث النساء يعني بعد رسول الله. عائشة شيء إلى ماذا يعني؟ هل أحدثنا شيئا أفظع أو أبشع أو أشنع من الزنا وقد وقع في زماني عليه الصلاة وأفضل السلام؟ زنا وقع. نعم. نعم. وهذا لم يحمله على أن يقيد المرأة وأن يلزمها بيتها. هذا كلام ابن حزم. ابن حزم. يا سلام. وأنه لا تخرج إلى السوق ولا تخرج إلى حاجاتك ولا اجلسي في بيتك. للأسف كما في الأدبيات الإسلامية التي ستأتي. نعم. بعد ذلك حيث عد أحسن الأصهار وأفضل الأصهار هو القبر.
وسمعنا واعظا شهير رحمة الله عليه من الصالحين رحمة الله عليه يقول رحمة الله على زمان كانت المرأة لا تخرج فيه إلا ثلاث خرجات، من رحم أمها إلى الدنيا، يعني الدنيا، ومن بيت أبيها إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى القبر. ثلاث خرجات. يقولون الله، شو الله، إيش الله، هذا وأد معنوي تبرأ منه هي السنة النبوية قولا وفعلا. والله العظيم وضع المرأة أيام رسول الله كان أحسن من هذا آلاف المرات. طيب دكتور نرجع المواطنة الفتنة، أنت تكلمت أنه الشعر في بعض البيئات غير فاتنة، في الصين مثلا أحسن، في الصين مثلا يعني أعظم الفتنة لدى الصينيين هي كعب المرأة، ولذلك تغطية القدم يعني طبعا عنده هذا كعب مثار فتنة غير طبيعي على الإطلاق. نعم. ونحن لدينا حتى في الفقه الإسلامي هذا لا شيء، يعني على طريقة الأشياخ، يعني يقول الأشياخ في مذهب الحنفي يجوز أن تبدي المرأة حتى في صلاتها، يجوز لها أن تبدي يعني كعبها في الصلاة، ولا شيء، هذا ما في شيء. وعند الصينيين هذا مثار فتنة. بعض القبائل الأفريقية دكتور أحمد عندهم حتى إذاء المرأة ليست مثار فتنة، ليست فتنة، المرأة تمشي وتذهب وتمشي في الأسواق. نعم. يعني شيء غريب جدا، هذا ليس مثار فتنة لديهم. فهذا ربما أنا حين تأملت في هذه المسائل وقد أثارت عجبي حقيقة، ربما وقعت الإشارة إليه من طرف خفي في آية جليلة من سورة الأعراف، وهي قول الحق جل مجده يا بني آدم، والخطاب عجيب، يعني لم يقل يا أيها الذين آمنوا، يخاطب البشر لأنه يعلم تنوعهم. نعم. في جميع مدارج الحياة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير. الريش زينة، عجيب، الريش والزينة وترف، وترف في الملابس. نعم. كأن الله يقول اللباس شيئان، جزء جوهري منه يغطي السوء، يغطي السوءتين، ومعروف ما هم السوءتان. نعم. نعم. وسبحان الله العظيم دكتور أحمد، يعني في كل دول العالم السوءتين في كل الثقافات حتى البدائية، في كل الثقافات ورقة التوت هذه السوءة تغطى. نعم. لا إله إلا الله، سبحان لكن الله. ما زاد عن هذا، الله يقول هذا رياش، هذا ريش، هذا للتزين. فعلا اللباس هو حضارة، حضارة صحيح. وزينة. فأن نقول أنه هذا فتنة وهذا لا، ربما يكون فتنة نعم في ثقافتك. فإذا كان فتنة في ثقافتك، طبعا الشريعة تدعو إلى درء الفتنة وسد باب الفتنة بلا شك. سأعود يا دكتور لهذه النقطة، لأنه البعض يتهمك بالتشدد في هذه النقطة، بس تسمح لي نأخذ الفيديو الحلقة، نأخذ فيديو الحلقة. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، ولم يستثن النبي منها أي شيء، المرأة عورة. حديث الثاني رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك من اللفظ الجميل ده، قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. ده منطوق الحديث. يبقى مفهوم الحديث إيه؟ النبي بيقول اللي رايحة تحج أو تعتمر لا تلبس نقاب ولا تلبس الكفازين. بس خد بالك من حاجة، أهل العلم قالوا كلمة جميلة، قالوا مش معنى انها ما تلبس النقاب انها تخلع النقاب وتمشي كاشفه وشها، لا، قالوا اللي لابسه نقاب اصلا، انا بقول اللي لابسه نقاب تخلع النقاب وتحط البيشه اللي هي الشفافه دي، ليه؟ عشان يكون ايسر ليها، اولا يكون ستر ليها، ويكون ايسر ليها عشان تقدر تتنفس في وسط الزحام اللي موجود في الحر. اهلا بكم مجددا دكتور. سمعت ما قاله، يمكن ما نقول شيخ، نقول طالب علم، هل هذا افتئات على الله ورسوله؟ على كل حال، يعني فضيلة الشيخ حين قال يعني أن النبي قال المرأة عورة، هذا حديث انفرد به الإمام الترمذي. نعم. المرأة عورة، وقال حسن غريب، لم يقل حسن صحيح، حسن غريب، حتى الترمذي نفسه أبو عيسى. نعم. رحمة الله عليه قال حسن على ما أذكر، حسن غريب. نعم. وانفرد به من بين أهل السنة، طبعا هو غير مخرج في الصحيحين، ولم يرويه لا أبو داود طبعا، ولا النسائي لا في الكبرى ولا في الصغرى، ولا ابن ماجه، يعني انفرد به، ولا مالك في الموطأ. نعم. يعني حسن غريب، وهذا الحديث عليه كلام، وهذا الحديث مخالف، مخالف للآيات القرآنية نفسها كما فسرناها. ومخالف للأحاديث الكثيرة، وقد سقنا طرفا منها في حلقة سابقة. نعم. التي تؤكد أن وجه المرأة ليس بعورة، ومخالف، مخالف لآراء جماهير علماء المسلمين أن وجه المرأة ليس بعورة، والأشهر أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها في غير ريبة، بغير شهوة، يجوز أن ينظر. فمن أين يعني أتينا بأنه بأن المرأة كلها عورة، بمعنى لا يجوز أن يظهر منها شيء؟ هذا مخالف لاتجاه أمة الإسلام، وكما قلت يعني لما حكى فيه حتى أمثال ابن بطال الإجماع، حكى الإجماع على أن وجه المرأة ليس بعورة، وبالتالي يجوز لها إبداؤه. شيء غريب.
طيب هذه يا دكتور عفوا، هذه القطعيات اللي يتكلم فيها مثل هؤلاء طلبة العلم، من أين أتوا بها؟ يعني هل غابت عنهم الأدلة التي تستند إليها؟ أعتقد يعني مأتها مثل هذه المواقف ومثل هذه التهويلات من عدم إنصاف التراث نفسه. لابد أن ننصف تراثنا، وحين نعود ويقول لك العلماء واتفق العلماء، أنا أعلم هو يشير إلى بعض المعاصرين الذين ألفوا وجزاهم الله خيرا كتبا في مئات الصحائف يوجبون فيها النقاب ويردون وكذا، تخيل هو يظن أنه هذا هو الاتجاه الصحيح، وكما يقال يعني الأوحد، الاتجاه الأوحد ربما، نعم، حتى نعم. ربما لكنه لو عاد إلى لو قرأ المغني لابن قدامة، لو قرأ المدونات الفقه الموسع سواء المالكية الحنفية الحنبلية كذا، هو لعلم أن الأمر على غير هذا النحو، ولا ما تجارى بارك الله فيه أن يقول ويطلق مثل هذه الإطلاقات، أن هذه الإطلاقات تحرجه كعالم أو كشيخ أمام أي طالب علم آخر يقول له تعال ماذا تقول في قول العلاء ابن قدامة مثلا، في قول ابن مفلح الذي ذكرناه سابقا، في قول ابن مطال، في قول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، في قول الإمام النووي، في قول جماهير علماء المسلمين الكبار الأئمة عبر العصور، ماذا تقول في هذا؟ هل هؤلاء كلهم غبية وغاب عنهم يعني ما علمتموه أنتم، أم أنهم جهلة، أم أنهم ضاغنون على الشريعة يبغونها يعني العنت وإدخال الخبث فيها؟ حاجهم أبدا. فلذلك علينا أن ننصف تراثنا، ولذلك كل من يدعي التراث العلم التراث الفقهي، التراث الفقهي، التراث الفقهي، نعم، أن نعيد إليه وأن نستشيره. استشر هذا التراث، اقرأه لكي تستشيره، اسأله ماذا تسألني أنا أو تكلم، اسأل أولا هذا التراث وابدأ من حيث انتهى الناس. يعني لا يمكن أن تفتي في دين الله إلا بعد أن تعلم ما أفتى به كبار أئمة هذا الدين عبر الأعصار من المذاهب الإسلامية المختلفة. هو هذا. فيعني يبدو أن هذا الاجتزاء وهذه الجراءة على التعميم والتهويل جاء يعني آياتي عفوا أو مثارها من عدم إنصاف هذا التراث، ويمكن من ضعف الاطلاع أيضا. يعني طبعا من ضعف طبعا الاطلاع، هو لو أنصف هذا التراث واطلع عليه، نعم، لما تجسر أن يقول هذا، بالعكس لتجار أن يرد على المعاصرين ويقول غفر الله لي ولكم، من أين لكم دعوة الإجماع؟ من أين لكم هذا الحسم والقطع في المسائل؟ من أين لكم يعني تأثيم جماهير المسلمين والمسلمات؟ يعني معظم نساء المسلمات في أنحاء الأرض لا ينتقبن مثلا، أليس كذلك؟ صحيح. وأنت حكمت بأنهن مخالفات للإجماع وبأنهن ارتكبن موبقة ومهلكة، هكذا يقولون. نعم. من أين لكم هذا؟ هذا شيء فظيع جدا جدا، وهذا قول على الله بغير علم. طيب دكتور، خلينا بموضوع الحجاب. الحجاب الغريبة أنه أسود، طبعا هناك من يقول انه حزنا على سقوط الاندلس وكذا، في دول الخليج الشمس حاره واللون الاسود تعرف علميا يساعد على ايضا الزياده، بينما نعم بينما تجد في دول ثانيه الحجاب ابيض. نعم. هل في مؤشر ديني او في دليل على انه الحجاب له لون معين، او المساله متسعه في الالوان؟ بالعكس، طبعا بعض الناس يظنون، واعتقد للشيخ الالباني اشار الى هذا رحمه الله عليه. نعم. وخطاهم، بعض الناس يظنون ان المراه المسلمه يعني ينبغي ان تكون حريصه على أن تلبس اللباس الأسود، إذا أردت تلبس الأبيض تلبس أبيض لونا واحدا يعني سادة كما يقال. أيوة. لكن لا تلبس لباسا فيه ألوان أو حتى ملون بألوان أخرى مزرقش. حتى أيضا أيوة حتى لا يكون مثار فتنة، نفس الشيء دائما هذا التحوط وهذا يعني سد الذرائع المبالغ فيه. في الحقيقة هذا مخالف للنصوص. النبي عليه السلام قال في الحديث المشهور طيب المرأة لون لا ريح فيه، كان يقول شوف هذا من باب الغرم بالغنم، يعني من باب العدل في الشريعة. نعم. يعني الرجل مباح له ومطلق أن يستخدم الطيب كيف شاء، أليس كذلك؟ نعم. والمرأة حرم عليها هذا وحظر عليها هذا درءا فعلا للفتنة، حين يشم ريحها الطيب فربما تستلفت الأنظار الطوامح إليها. نعم. الأنظار الشاهية، ومعروف علاقة الرائحة بموضوع إثارة حتى الشهوة مقررة. نعم. عند مقرر. كل نعم. في كل الثقافات. نعم. فالنبي يقول هذا كأنه من باب العدل، لذلك يقول طيب المرأة، طيب العادي يعني محظور عليها خارج طبعا منزلها، طيب المرأة لون لا ريح فيه. طيب الآن دخل على يعني أمهات المؤمنين، مرة دخل أحد التابعين قال فوجدتهن في لحف حمراء، يلبسن الأحمر هذا. نعم. ثبت عن أمنا عائشة وعن أختي أسماء رضوان الله تعالى عنهما أنهما، طبعا كل منهما منفردة لكن ثبت عن هذه وعن هذه أيضا أنهما حجتا بيت الله محرمتين في ثوب معصفر. معصفر، معصفر. نعم. طبعا المعصفر من هي يعني الرجل يعني يلبس. نعم. المعصفر. المعصفر ومأمور بأن يعني أن يحله في الماء، لكن المرأة يجوز لها هذا، هذه زينتها.
المعصفر أيضا أم سلمة ألم يهدى للرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا معصفر؟ إيه نعم، لكن نعم. هو رأى أعلى ابن عمر نعم. نهي فيه معروف للرجال. هو هو المعصفر لو بسطناها للمشاهدين والمشاهدين اللي هو مشجر يغرب عليه الأصفر، الأصفر اللون الأصفر نعم بالعصفر يعني هو يكون مصبوغا نعم. بالعصفر نعم. بس الآن أكثر أهل أفريقيا رجال أفريقيا يلبسون الأصفر طبعا طبعا في البيئات الحارة كما أشرت حضرتك الألوان الفاتحة تناسب أكثر معروف الألوان الغامقة هذه تمتص الأشعة كلها ولا ترد منها شيئا فهذه تجعل البدن فرا يعني هذه يعني فعلا غير مناسبة على الإطلاق. فموضوع أنه لباس المرأة يكون إيه أبيض سادة أو أسود ليس عليه أي دليل شرعي على الإطلاق. طيب على أساس الناس اختاروا الأسود يعني عبر التاريخ؟ هل ما كان في ألوان ثانية أو أنه حزنا على سقوط الأندلس كما يعني مثلا العقال الأسود يقال أنه لبسه العرب حزنا على سقوط الأندلس كان أبيضا فلبسوه بعد سقوط الأندلس؟ إن سلمنا بهذا إن سلمنا هذا لا علاقة له. لماذا اختاروا اللون الأسود ولا يعتبر أي مستند شرعي؟ لا أنا أقول لك في الحقيقة ايه؟ قناعتي ايه؟ أن هذه الأمور تم إقناع النساء بل فرضها على النساء فعلا من قبيل السلطة الذكورية من الرجال. الرجال هم الذين أحبوا هذا الرجل الذي طبعا يغار وتحركه دائما بواعث الغيرة كلما استجابت له المرأة أو بقدر ما يمكن أن تستجيب له المرأة هو يحاول ويحب طبعا ويهوى أن يفرض عليها قيودا باهظة زائدة باستمرار يفعل هذا باستمرار. تحليل الشخصي أن هذا بدأ يعني وتوسع فيه المسلمون في العهد العباسي مع انتشار ظاهرة الجواري طبعا قبل ذلك ظاهرة الجواري كانت ظاهرة محدودة إلى حد ما. فالعهد العباسي زادت زيادة فاحش كما يقال وهنا تراجع حتى مكانة المرأة وصارت المسكينة تقبل بالقيود التي يفرضها عليها زوجها. تعرف لماذا؟ لأن البديل متاح ما بيعجبكيش في ألوف غيرك مئات غيرك. فالمسكينة صارت أنا سأذكر شيء على هذا عاتكة بنت زيد صحابية الجليلة نعم. وكانت امرأة بادنة جميلة معروف يعني بالجمال وكانت تخرج أيضا يعني غير منتقبة في وجهها. وهذه تزوجها يعني عدد من الصحابة الأجلاء منهم يعني الراشدان عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب وتزوجها الزبير بن العوام نعم. على كل حال فهذه كانت تخرج المسجد تصلي الصلوات كلها حتى الصلوات الليلية طبعا بين ضفين بين قوسين للأسف الشديد وجدنا بعض العلماء كالمرحوم الدكتور عبد العظيم المطعني يزعم شوف يعني قول رحمة الله عليه يزعم أن النساء كنا أيام رسول الله والصحابة يصلين الصلوات الليلية النهارية لا ولك اتيني بالأحاديث وين صلوات النهار المرأة لا تصلي الظهر والعصر أتصلي ربما العشاء والفجر لماذا؟ لأن الظلام يمنع من رؤية وجهها. إذن هو يسلم بأن المرأة كانت تخرج لكن يرى هذا كأنها منتخبة بالظلام وهذا الكلام غير صحيح بالمرة. تعرف لماذا؟ نعم. أين أحاديث صلوات النساء في العيدين؟ صحيح حديث معطية والنبي يأمر بهذا نعم. يا رسول الله فإن إحداهن تكون لا جلباب لها قال تلبسها أختها من جلبابها. وين صلاة الكسوف والخسوف؟ صحيح مجموعة كثيرة أدلة كثيرة أدلة كثيرة جدا. تسمح لنا يا دكتور تفضل. فاصل ثم نعود أهلا بكم مجددا دكتور عدنان. قبل الفاصل كنا نتحدث عن عاتكة رضي الله عنها نعم. فعاتكة حين كانت تحت عمر بن الخطاب وتخرج إلى الصلوات طبعا ليلية ونهارية وعمر لا يعجبه هذا يغار وامرأة جميلة طبعا ومعروفة بين الناس فكان يقول لها يا عاتكة والله إنك لتعلمين أن هذا لا يعجبني وأنني أكرهه. تقول له وأنا والله لا أدعه حتى تنهاني كأنها تقول له فما كان من إثم فعليك نعم. إنهني أنا أستمع لك أنت زوجي. يقول لها لا أنهاك. يقول سلام. الراوي فوالله لقد طعن عمر وإنها لفي المسجد يا الله. وتزوجها علي عليه السلام وطبعا قتل عنها ثم تزوجها يعني قبل علي أعتقد الزبير ابن العوام ونفس الشيء كان ينهاها وتذهب في الليل بالعكس ردا على دكتور المطعم رحمة الله عليه صلاة الليل هي الصلاة الحساسة نعم التي قد يعني يكمن فيها بعض الفسق أو الحدث نعم نعم وقع اللصوص لا يخرجون إلا في الليل إلا في الليل نعم نعم كما قال المتنبي الليل أخفى للويل يعني نعم. فعلى كل حال فكان الزبير نفس الشيء يعني لا يعجبه وهي تخرج واحتال عليها بحيلة كمل لها ذات مرة وهي خارجة لصلاة العشاء الآخرة فكمل لها ثم لما رآها تمر ضرب على عجيزتها بيده نعم فقالت قطع الله يدك وعادت منصرفة إلى بيتها وبعدها فرحه بهذا
ولم يخبرها. نعم. لكن ما المقصود من هنا؟ أن المرأة كانت واعية بحقوقها. نعم. وحريصة أيضا على طاعة ربها، وأن تشرك الرجل في هذا الأجر، صلاة الجماعة في المسجد، وقد تسمع موعظة، يعني حتى رد على الدكتور المطعم مرة أخرى. نعم. أعتقد عمرو بنت عبد الرحمن هي التي قالت: والله ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله، لكثرة ما كان يقرأ بها في المنبر يوم الجمعة. كنا يحضرنا الجمعات أيضا، مع أنه لا جمعة عليهن، لكن يحببنا هذا. جميل جميل. فإذا أعود إلى تقرير المعنى الذي بدأت يعني بتقريره، وهو أعتقد أنه الأصل هو الرجل في هذه المسائل. الرجل يريد أن يفرض دائما مزيد سلطة، ومهما استجابت المرأة لا يكتفي ويحتمي بما فرض، ويحتمي بالدين. نعم. يفرض سلطته من خلال بالضبط. الدين بالضبط. ولذلك دكتور، يعني لك أن تلاحظ من ناحية يعني فقط يعني علمية، أنه في بعض البيئات، في بعض الثقافات، كانت المرأة مثلا تمنع أن من لبس النقاب، ممنوع أن تنتقب، يجب أن تسفر عن وجهها. وكان لباس النقاب مثلا مختص أو تختص به والعياذ بالله العواهر الفاجرات. تخيل يعني هل هو لبس الزانيات؟ نعم، كان لبس الزانيات في التوراة. نعم. في الجينيسيس أو في سفر التكوين. نعم. هناك ما يشير إلى هذا، وهذا شيء غريب، يعني البرقع والنقاب مذكور في التوراة. نعم. العهد القديم، يهودا حين رأى كنته، طبعا قصة بذيئة وحقيرة لكن هذا الموجود للأسف الشديد، حين رأى كنته وحاسبها زانية. لماذا؟ لأنها كانت مغطية وجهها. وقد وقع عليها وأعطاها جديا، قال لها: أنا أعطيك جديا والعياذ بالله في سبيل أن تمكني من نفسك. يحسبها زانية أنها تغطي وجهها، فإشارة واضحة إلى أنه هذا كان لبس العواهر. عند آشور مثلا، وأحيانا يقال في بعض الأحقاب الفارسية، لكن عند الآشوريين مثلا كانت الأمة تمنع مثلا أن تلبس لباس الحرة وأن تنتقب في وجهها، فإن فعلت هذا قطعوا أذنيها وصبوا على رأسها القار الزفت. إذا كلها هي سلطة ذكورية تأتي بالشيء ونقيضه. نعم. من مجتمع إلى مجتمع، من حقبة إلى حقبة، فقط بحسب رغبة الرجل وهواه. لذلك في هذه المسائل لابد أن نلتزم نحن بجادة الدين مع الدليل، والدليل لابد أن يكون راجحا، لا يمكن أن نركب دليلا بطريقة معقدة جدا جدا، بحيث يكون البناء في الأخير بناء فخما لكنه أو نختار الدليل اللي يخدم سلطة الرجل. نعم. يخدم سلطة الرجل. بلا شك. أنا أتذكر أتذكر يا دكتور في أحد كتب التراث، بسبب أنه الحجاب أسود، أتذكر أنه كان أحد التجار يبيع الخمر وكسدت وكانت سوداء. فراح لأحد الشعراء الممتازين حتى يسوق، وكان ذاك الوقت هو وسيلة الإعلان، فكتب قصيدة يمكن أنت لعلك تذكرها: قل للمليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة رداءه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي إليه فؤاده وصلاته لا تقتله بحق دين محمد. يقولون بعد البيت هذا انتشرت الخمر السود إلى يوم الناس هذا. السؤال: كيف نتخلص من هذا اللون وهو لا يتوافق مع البيئة الخليجية، مع البيئة المناخية؟ نعم، فقط أعتقد يعني العملية سهلة جدا، نحن الآن نفعل هذا. حين فقط نوحي يعني أو نرسل إشارة إلى أن هذا لا يستند دينيا، ليس له مستند ديني، وأن المرأة في حلم من أمرها أن تلبس أي لباس يساعدها وأن تتزين به. يعني المرأة سبحان الله غريب، يعني كما قلت لك السلطة الذكورية. نعم. يعني حتى المرأة حرمت المسكينة إذا خرجت من بيتها، وعندهم هذا المبدأ، هم مبدأ. نعم. ماذا؟ أنها تتزين بأحسن زينة في بيتها لزوجها. يا رجل، المرأة إنسان مثلك تماما، أنت رجل ولست امرأة، وتحب أن تخرج للناس بلباس لائق، أليس كذلك؟ نعم. ولباس يعني مزين جميل، فالمرأة هي أعرق منك في هذه الناحية، هي أقرب إلى الجمال. فما لم نحن نقول نعمل ضابطة شرعية. نعم. هذه الضابطة تقول: ما لم يخرج بها ثوبها المزين هذا إلى حد الشهرة، فيكون ثوب شهرة، حيث يعني إذا ذكر يقول ثوب فلانة، مثل ثوب فلانة. نعم. سواء كانت مغنية. نعم. ممثلة، يقولها مثل ثوب، لأنه شهرة. فستان ديانة مثلا، يعني فستان مشهور. نعم. جدا. نعم. جدا. النبي قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يعني به ثوبا من نار يوم القيامة ثم ألهبه فيه. لا، ما تلبسش ثوب شهرة، تلبس، لكن لها أن تلبس ثيابا يعني مزينة جميلة، وأن تقضي بها يعني حاجتها النفسية، أن تخرج الناس بمظهر لائق. يا أخي، لماذا؟ لأنه حين تخرج هي لا يراها فقط الرجال، يراها النساء أيضا، نسوة الشارع ونسوة المحلات. نعم. ومن حقها أن تخرج بلباس لائق، فنقول لهم: هذا ليس له مستند شرعي،
والنساء يعني لهن كامل الحرية في هذا الباب بمثل هذه الضوابط إن شاء الله. يعني الغاية الستر وليس اللون. نعم. اللون نعم. الأسود. نعم. أنا أشوف أنه الآن في الوطن العربي في تبدل في مسألة اللبس، في السعودية مثلا في تغير في لون الأغطية. إيه؟ لون العباءات. الدكتورة زهرة حجابها لم يكن أسود، كان بلون مختلف مثلاً. نعم. فأنا أقصد يا دكتور أنه هذه اللون الأسود من أين أتى؟ ما زال الناس تسأل، الناس يعتقدون جزء من الشرح. نعم. ودنا نركز على هذه النقطة. إيه، إذا أردنا أن نجيب بشكل واضح أنا أقول أنا أجبت. نعم. هذا اللون الأسود أتى من رغبة الرجل. نعم. للسلطة الذكورية أن يجعل امرأته غرابا أشبه بالغراب، بحيث إذا وقع عليها نظر أي رجل آخر. نعم. لا يرى فيها إيه ما يستحسن. غراب. أنا أقول غراب. ما يشتهى. ما يستحسن غراب يمشي، تخيل خيمة سوداء تمشي، هذا يساعد الرجل بسلطته نخاها. إذا خرجت هذا. نعم. هذا إذا في أي مرحلة تاريخية حصل هذا تقريبا يا دكتور؟ كما قلت لك الآن لم أنجز دراسة بهذا الصحيح. نعم. لكي أقول لك بشكل علمي، لكنها قديمة بلا شك. لكن أنا أعتقد أنه الانكسار في وضع المرأة بصراحة بشكل واضح في الدولة العباسية. في الدولة العباسية مع انتشار الجواري الفاحش انكسر وضع المرأة. نعم. الجاحظ على فكرة في رسائله يكاد يشير إلى هذا. الجاحظ. نعم. أبو عثمان يكاد يشير إلى هذه المعاني، وأشار حتى إلى فعل الانكسار في وضع المرأة، كيف أن المرأة كانت أيام رسول الله في صدر الإسلام وحتى في الدولة الأموية لحد ما المرأة كانت إذا طلقت فرصتها تقريبا مش لا تنعدم، لا تنقص في الزواج، مثل عاتك هذه. نعم. نعم. تزوجها ابن سيدنا أبو بكر الصديق. نعم. وبعدين طلقها، تزوجها عمر، وبعدين إيه كانت تزوجها الزبير، تزوجها علي. علي شيء غريب، عادي تتزوج مرة ومرة. الآن لدينا ونحن في القرن الحادي والعشرين الخامس عشر الهجري الفتاة تتزوج وتكون ربما في التاسع عشر أو في العشرين، فإن طلقت بعد شهرين تقريبا تبور، يكون حظها مع شيخ كبير كهنة. في انكسار، في ظلم للمرأة حقيقي. والله جميل يا دكتور، ترفع معنويات المطلقات لأنه في نسبة كبيرة تعتقد أنه نهاية الحياة الطلاق. نعم. هو نهاية الحياة. طب الرجل حين يطلق هو يتزوج أيضا وطلق، لماذا لا يبور؟ يجب أن نكون متواضعين من الحقيقة ونسلم بأننا لا نزال مجتمعات ذكورية شرسة في ذكوريتها، تعلي من شأن الرجل بطريقة يعني فعلا ظالمة وعاتية، وتحط من قدر ومن فرص المرأة المسكينة. يعني الرجل يتزوج مرات ويطلق ويطلق وعادي، الرجل لا يعيب شيء، بس المرأة العيب كله فيها المسكينة. طيب. مثل برضو موضوع الشرف يعني. دكتور نرجع لموضوع اللون لأنه مؤرق قليلا، هل مر عليك في كتب الفقهاء من تحدث عن اللون؟ يعني الحجاب خلف طويل، هل تحدثوا عن لون الحجاب؟ لا أبدا. بالعكس. متروك للناس؟ أي متروك طبعا. طيب. متروك أخذا بقول رسول الله. طيب البعض يا دكتور يعاتب أنك أنت شديد في موضوع الفتنة، أنت تقول أنه أي موضع للفتنة يجب أن يستر. نعم. إذا أنه يعني أهل بلد اتفقوا أن المرأة كلها عورة معناته نغطيها كلها، وهذا كلامك أنت اللي تقول مثار مثلا الصينيين عندهم الكعب مثلا في جزء أفريقيا الأفداء ليست مثار فتنة. هل إذا اتفق أهل شعب أن المرأة كلها فاتنة وعورة وأن كل ما فيها يفتن تغطى كلها؟ لا طبعا. أجل. مستحيل، هذا طبعا يناقض اتجاهي بشكل عام. طيب. بلا شك. جميل. اتجاهي نوضح الصورة فقط. إنما أردت أن أقول مثلا شيء مثل ماذا بدليل نشوف الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها. نعم. أدعياء. نعم. يعني نأخذ حتى المملكة لكي نكون واضحين. صحيح. نكون واضحين دائما. نعم. ومباشرا. نعم جميل. المملكة رغم تشدد علمائها ومشايخها في قضية النقاب إلا أنه طبعا يرتادها من المسلمات الملايين في الحج. نعم. والعمرة معظمهن لسنا منتقبات. صحيح. محجبات. ذهب أخرى لسنا منتقبات. هل حصلت فتن؟ لا. هل صار في اغتصاب وتحرش رهيب ومشاكل غير صحيح؟ لا. إذن الظن بأن وجه المرأة من حيث هو هكذا فتنة هو وهم. وهم الناس أقنعوا أنفسهم به أو أقنعهم به الأشياخ المشايخ أنه هذا فتنة والمرأة كلها عورة، غير صحيح. هذه أوهام. شوف يعني كأول درس يتعلمه طالب الفلسفة أن يفرق بين الحقائق والأوهام والاعتباريات. نعم جميل. يجب أن نعرف أنه هذا الشيء هل هذا حقيقي مثلا لو واقعية. أعطنا هذا مثال نبسط للناس الحقيقة مثل. إيه؟ أن النار حارة. لا خلينا في موضوع. نعم. حتى المرأة. نعم. نعم. الحقيقة مثلا أن يعني ما دون نقول إيه النحر يعني صدر المرأة فما دون عند معظم الثقافات بلا شك فتنة. فتنة بلا شك، وتسمى حتى هذا الآن في علم الجنس تسمى الأعضاء الجنسية. جميل. يعني الثدي مثلا عضو جنسي. نعم. عضو جنسي. نعم. في قبائل أفريقية لا تراه موجودة صحيح. نعم. هذه استثناء. استثناء. الذي يؤكد القاعدة. لا حكم له. يؤكد القاعدة. نعم. نعم. النادر لا حكم له. نعم. إذن هذه حقيقة. هذه حقيقة، وأي رجل سوي تثير هذه الأشياء بلا شك صدر المرأة كذا. لذلك
لن نكون طبعا ايه باب بغوات مقلدين، نقول لا الموضوع كله متحرك وهي نقلد اوروبا والغرب ايه الامريكي وغيره، والمرأة تخرج كما تريد كأنها يعني ايش على شاطئ عراء. هذا غير صحيح، تخيل، لانه في نهاية المطاف ليس كل المجتمع ايه او ليس كل الرجال في المجتمع متزوجين، في عزاب. هذا يعني يثيرهم، يفجر طاقات فيهم مساكين، يحرقهم العازب فراشهم النار، وليس كل المتزوجين قنوعين ايضا. فالانسان من حيث هو، الرجل من حيث هو يتاثر بهذه الاشياء، هذه حقيقه، هذه حقيقه بلا شك. الاوهام كما قلنا عاد ان يقال ايه الشعر فتنه، الوجه فتنه، لا ليس كل وجه فتنه، صح هناك وجوه فاتنه، ممكن تكون امرأة على قدر عالي جدا من الجمال بحيث تكون فتنة. أنا أقول في هذه الحالة حقيقة إذا سمح المجتمع وسمحت الأوضاع قد يكون الخير لها ولزوجها إيه أن تستر وجهها. المقنع الكندي الشعر المعروف كان يغطي وجهه، كان في رجال يغطون وجوههم، نعم كان في غاية الجمال، نعم نصر بن عاصم وقصته مع عمر الخطاب، يعني حتى الرجل إذا فتن أصبح فتنة، مثار فتنة، يمكن أن يغطي وجهه. في هذه الحالة هذه استثناءات أيضا، استثناء لا يحكى أهلا وسهلا بها على ذكر المرأة الجميلة وما يمكن إيه. الآن في دراسات في علم النفس تؤكد، يعني كلها استقراء طبعا هي وإحصائيات، أن الرجال المتزوجين بنساء فائقات الجمال أقصر أعمارا، تخيل، وأكثر تعرضا للقلق والإجهاد. أجل تنصح أي من يريد الزواج ما يبحث عن جميلة؟ الجميلة حتى عند العرب معروف أن المرأة الجميلة جدا الناس إيه يبتعدون عنها، الناس لا تزوجون، القبيحة جدا والجميلة جدا عموما، الناس لا يرغبون في الجميل جدا، الجميلة جدا والقبيحة جدا، نعم والقبيحة جدا طبعا. الوسط خير الأمور، الوسط والتناهي غلط. نعم فأعتقد هذه الضوابط يمكن أن تكون إيه مقنعة، يعني تفيد في الجواب عن هذا السؤال. طيب في تفرق بين الحقائق والأوهام، هذه أوهام. في دكتور نقطة يجب أن نشير إليها، مسألة سلطة المجتمع. بعض الناس وكثير من اللي شفتهم في الخليج وفي السعودية أيضا يرى إنه الحجاب الشرعي هكذا، بس يقول أنا خاف من سلطة المجتمع، خاف من الناس، خاف من كلام الناس، ولذلك لما يمر من الناس يعرفوه تلقى يأمر نساءه بأنهم يتغطون، لما يكون في بلد ما حد يعرفه يأمرها بين بلا شك بلا شك. كيف نتخلص من سلطة المجتمع؟ هي هذه سلطة المجتمع، سلطة قوية بلا شك وفاعلة وثقيلة وشرسة كما قلت قبيل قليل ربما في وصف شيء آخر. أعتقد أن الذين يقع عليهم عبء التخفيف من هذه السلطة حين تكون سلطة مبطلة طبعا، سلطة إيه متنطعة، هم المصلحون، هم المجتهدون، هم أهل الفكر، أهل الذكر، العلماء، هم الذين ينبغي أن يكونوا أبطال هذه المعركة. ولعل البرنامج صحوة واحد منها إن شاء الله، إن شاء الله. نسأل الله ذلك يعني. نعم. هؤلاء عليهم أن بصراحة أنا دائما حقيقة يعني لا تعجبني نرجسية المثقفين. نعم. صرت يعني تتحسس منها، أنكرها جدا. نعم. نرجسية المثقف شيء ثاني أيضا، ولا يعجبني حالة الدغل والغش التي يعيشها المثقف سواء كان إسلاميا أو غير إسلامي. ما هي مثلا؟ المثقف في نهاية المطاف هو يعيش على إيه؟ على أموال الناس. صحيح. المثقف الذي يعيش من كتابه أو من برنامجه أو من مقال في صحيفة هو يعيش من أموال الناس. صحيح. ولا صحيح؟ نعم. في الوقت نفسه الذي لا يريد أن يطلع فيه بحمل إيه؟ ما ينبغي أن يحمله من مهمة حقيقية. رسالة، رسالة. نعم. لذلك كما كان يقول يعني الراحل إدوارد سعيد، وظيفة المثقف الحقيقي أن يلقي بالحقيقة في وجه السلطة. مش السلطة السياسية فقط، والسلطة المجتمعية والسلطة العلمية كمان. كل السلطات، كل السلطات، حتى السلطة العلمية. نعم. المشايخ والهيئة والعلماء والمفاهيم يا دكتور. نعم. أنت لك محاضرة تقول الأسماء سلطة. لا طبعاً، سلطة المفاهيم سلطة رهيبة طبعاً. نعم سلطة طبعاً. المفاهيم. سلطة المفاهيم يعني هذه مهمة الإنسان إنه المثقف والعالم. لا بد أنت ملتزم. شوف أنا دائماً أقول حتى يعني نحن لا نطلب ولا نبتغي من العالم أن يلتزم أمانة بالحقيقة. الحقيقة ربما في أكثر المسائل موضوع دائما ايه جدلي. وبالعكس نحن نخاف من الذي يزعم انه ايه عرف الحقيقه والتزم بالحقيقه. والحقيقه تطلع ايه في الاخير قول الراجح مرجوح جدا. انا بالحقيقه هذا قول مرجوح. لا نريد من العالم والفقيه والشيخ ان يلتزم بالصدق. بصراحه بالصدق. بمعنى انه حين يعيش مثلا في بيئه توجب النقاب وكما قلنا يعني إيه تحكم بتاثيم وفسق وديوثيه من ايه من لا يلتزم بالنقاب، حين يقرأ ويرى أن الأدلة راجحة في الطرف المقابل وأننا قد يعني جاوزنا الحد واشتططنا غير قليل في هذه المسألة، عليه أن نلتزم معنا ومع ضميره وأمام الله بالصدق، يا ويقول يا جماعة يبدو أننا فعلا تجاوزنا
يعني الحد الموضوع، نحن كنا مخطئين. نعم. يجب أن يفعل هذا. أنا أقول لك من يفعل هذا هذا الذي سيكون البطل الفكري. جميل يا دكتور. سيخلده التاريخ. جميل يا دكتور. شوف، من 1000 سنة وسيظل موضوع الحجاب وموضوع لبسه وأحكامه ستظل معركة مستمرة بلا شك، الحديث فيها لا يمل. شكرا لك يا دكتور، ولكن قبل الشكر نريد تغريدة عن إجابة على هذا السؤال، هل لبس الحجاب عادة أم عبادة؟ تغريدة للبرنامج. لا، في الحقيقة هو عادة ومسلك للشرع، فيه حكم مبني على مراعاة الغايات والمقاصد الحقيقية، ويخضع للبيئة أكثر ما يخضع. يخضع للبيئة. نعم يخضع. شكرا. يتكيف بالبيئة والشروط. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم أنتم. حلقتنا انتهت وصحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.